مسألة السرادقات للعزاء، أنا عارف إن فيها الأصل العزاء إن هو جائز، لكن الناس فعلا يعني زادوا في الأمر لدرجة إن يعني أصبح الأمر فيه مقرف وفيه مبخرة بتوضع فوق يعني الناس. هل انت زعلان من اجل المبخره يعني؟ لا لا، أقصد يعني اذا كان التباهي، واحد بيبخر الناس وطيبهم بالبخور حرام؟ أقصد التباهي وال اي بس انت بتركز على المبخره قوي يعني، لانك كتبتها وقراتها ثانيه. أنا ده حبا فيك يا شيخنا، أنا عايز أسمع، الله يبارك ربنا فيكم، يحفظك، حفظك تمام، الله. تقبل منك يا رب. كرر ان الحديث الذي عول عليه عند بعض العلماء وخاصه من معاصرين الشيخ الفاضل ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه، والناس قلدوه في هذا لسهولة ويسر كتابه أحكام الجنائز، فبنوا على أن هذه بدعة، لكن هو استند إلى حديث رحمة الله تعالى عليه بعلة خفيت عليه، أو علة أقوال علماء فيها خفي عليه، ألا وهو حديث من طريق هشيم بن بشير عن قيس بن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت من النياحة. وهذا الحديث معل من ناحية الإسناد، ومن ناحية المتن فيه مخالفات لغيره كذلك، وفي فقه ثالثة أيضا وقفة. أما من ناحية الإسناد فإنه مروي من طريق اسم هشيم بن بشير، وراو ثقة لكنه مدلس، وأسقط من السند راو قال بعض العلماء اسمه المدائني وهو مجهول، وقال آخرون إن الساقط هو شريك وهو ضعيف. هذا فسند ضعيف لأنه شيم مدلس وأسقط رجلا من الإسناد، وبهذا أعله الإمام أحمد بن حنبل والدارقطني وأبو داود رحمة الله تعالى عليهما. الشيخ رحمة الله عليه فأتى له بمتابع اسمه نصر بن باب، إلا أن نصر بن باب من المتهمين بالكذب فلا تصلح متابعته. هذا عن ناحية الإسناد، فالإسناد معلول كما سمعت. أما المتن فمخالف كذلك لحديث عائشة في الصحيحين، إلا أن البخاري ومسلم أورداه في أبواب السلام. عائشة تقول: كان إذا مات لها الميت واجتمعت النسوة وانصرفنا وبقيت خاصتها تأمر بصناعة التلبينة لهما، تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها مجمة لفؤاد المريض مذهبة لبعض الحزن. فالشاهد من قوله: كان إذا مات لها الميت واجتمعت النسوة وانصرفنا، فكان هناك اجتماع. ثالثا أن متن الحديث لو أمعنت النظر فيه كنا نعد الاجتماع وصنعت الطعام لأهل الميت من النياحة. هل يعنى به الاجتماع مع الأكل، يجتمعون مع الأكل، أم هذا منفرد وذاك منفرد؟ لا شك أن الحديث ضعيف فأصبحنا في غنى عن هذه التأويلات، وذلك لضعف الخبر، والله أعلم. طيب يا شيخنا، إذا عدلنا العزاء بالشكل ده، لست بآثم. بيحاولوا يقضوا أي أخ ملتحي أو يلتمسوا فيه إن هو يعرف يقول موعظة وبيقدمون الموعظة، فإن كان العزاء جائز فهل جائز فيه الموعظة بالشكل ده؟ لا، هو في هذه الحال لا نتخذها عادة، لكن لو أنت ترى أن أهل البلدة مثلا تفشى فيهم مرض معين، مرض معين في أهل بلدتك، الانتحار مثلا ازداد، وحذرت من الانتحار في مجلس كهذا، خاصة في الوقت الذي نمنع فيه من الدعوة إلى الله في الملأ، يعني أصبحت الدعوة حكرا على أئمة المساجد الآن كما لا يخفى عليك، فنقول لا تكن عادة، لكن إن احتيج إليها لعلاج أمر، يعني في بعض البلاد تفشت فيها المخدرات، تفشى فيها الانتحار، تفشى فيها التبرج، فإذا وجدت فرصة كهذه ولا تكن عادة لإبلاغ دين الله لا أظنك تأثم، لكن لا تكن عادة مضطردة، والله أعلم.